يا هلا بالضيوف. لها يا عامر، بدك ضيوفنا يروحوا من غير ما ياخذوا واجبهم؟ ضيافتك مثل وجهك ما تلزمنا. ضيافتنا ما هي مثل ضيافتهم. ضيافتنا دم عليهم رجال. يولنا يا صايل وخلي الهرج بيني وبينك لجن نحقن الدم. احنا بالاول والاخر اهل. حنا وصلنا مضارب ديرتها وما لقينا لها أثر. شيخ عايد، لو البنية تزحف على ديها وركبها وكاد وصلت لديرتها. حنا الحين نعاود نفك عامر، نفكه من رباطه، وكاد إنه ارتدع بعد حبسته بالمغارة. بعدين يا شيخ، البنية الحين ما لها لازمة، تربل تصد وما ترد. يا قال الراس، حنا لزوم نحافظ على أرواحنا وارواح رجالنا. يا قال الراس، انا اقول ندور مشان ثاني، واذا عندك راي ثاني حنا بامرك. البنيه والقرويه اللي خلن ضمير ولدي يصحى ما سامحهن ابد. لو اخر يوم بعمري حجيب هذا الولد. شلون هيك تعلق بيهن تقولنهن من تالي هلو؟ وش بدك تقول؟ لا تاخذ وتنطي كثير بالهرج، ما ودي اطول. ودي اياك بكلمتين خلاوي. اللي يقرب صوبي ولا صوب رجال تراني ذباحهم. وش يسوي المجنون؟ قال لهم يرموا سلاحهم. ارموا سلاحكم، ارموا سلاحكم. جيبوا سلاح يا رجال. ترى تجني على روحك. عايد يذبحك لو كنت قطعة من روحه. اسكت الحين، تمشي معنا واللي يلحقنا اذبحه برضه، تفهموا؟ امشي جويا، امشي. ما اظن ان ما في احد يلحقنا الان من رجال الجمل، والحين ما عاد لك لازمه. انقلع ولا تلد وراك. لو كنت مكان ابوك كنت ذبحتك من زمان. اظن كان هو صحيح ابوك. ايش تقصد بهرجك يا صايل؟ انت لقيت لقيناك صغير مع متاع. راح دور هلك يا لقيت.